عام المصري إنه التقى بفريق النيابة الإيطالية المختص بالتحقيق في واقعة وفاة الطالب جوليو ريجيني، وذلك لإطلاعهم على حصيلة المعلومات والإجراءات التي انتهت لها النيابة المصرية. وتم عقد اللقاء في القاهرة على أن يتم عقد لقاء مماثل في روما، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الفريقين وصولا للحقيقة. وقال النائب العام المصري أن جهات التحقيق المصرية تتعامل بشفافية وليس لديها ما تخفيه، ولا تتبنى وجهة نظر محددة تدافع عنها، وهو ما تتمناه من الجانب الإيطالي. انضم إلينا من روما عبر خدمة سكايب الصحفي أبو المعاطي سندوبي. أهلا بك معايا سيد أبو المعاطي. خلينا نتكلم في البداية عن قراءتك لبيان النائب العام. والله هو من الناحية العملية البيان ما فيهوش أي جديد، أكثر منه صك مصطلحات جديدة وتعبير عن التعاون جديد في البحث عن الحقيقة، وإنه بيننا وبين المصريين بيننا وبين الطلعين في هارمونية، وإن في محاولة جادة. هذا الكلام كله من ناحية الجوهر لما تحلليه هو مجموعة من الصياغات اللغوية اللي ما فيهاش أي لحمة أو أي حاجة يقول عليها جديدة أكتر منها إنها حاجات تقليدية باردة مش مواقف عملية. إحنا دلوقتي مضى أكتر من 4 سنين وثمان أشهر على مقتل الريجيني، وبالأيام 1706 يوم النهاردة. يعني لو احنا بنحقق في مذابح يعني جماعية كنت زمنتنا وصلنا لمين المتهم. فهو المقصود طب أستاذ أبو المعاطي، إيه المعلومات اللي قالها الجانب الإيطالي؟ هل الجانب الإيطالي أعلن عن أي معلومات عن الجانب هذا اللقاء؟ الإيطالي ما عندوش أي معلومات أكتر من أنه بيطالب بإضافة أسماء جديدة إلى التحقيقات، وما يقدرش يعمل أكتر من كده لأنه هو ما عندوش سلطة تحقيق على الأراضي المصرية، وما عندوش سلطة أنه يستدعي متهمين مصريين يحقق معاهم في إيطاليا. وبالتالي هو كل اللي يقدر يعمله وفق الاتفاقية الإجرائية اللي هم عملوها ما بين النيابة العامة المصرية وما بين المدعي العام روما، إن هو يسمح له أن يقدم اقتراحات حوالين شخصيات وأسماء محددة في شكوك حوالين أنها لعبت دور في اختطاف أو تعذيب أو قتل جوليو ريجيني. وعلى النيابة المصرية تقرر هل هذه الأسماء فعليا جديرة بالتحقيق معها أم غير جديرة. أنا في النهاية القرار في إيد المدعي النائب العام المصري، فهم قدموا 3 أسماء جداد، وقدموا بعض الناس اللي كان ساكن عنده جوليو في البيت، أحد المحامين وزميلة لي كانت بتساعده في الترجمة، وبالتالي كانت الأسماء دي هي اللي مطلوبة، وعاوزين توقيت زمني معين تنتهي من خلاله هذه التحقيقات. ده الإيطاليين مصرين عليه دايما، ودايما من الجانب النائب العام. وهل تم فتح موضوع إدراج أسماء الضباط ورجال الشرطة على القائمة برضو المتهمين اللي كان رفض الجانب المصري إدراج أسمائهم من قبل؟ اللي معروف لغاية الوقت من خلال الصحفيين الطلاينة اللي تابعوا الموضوع إنه تلقوا وعد بدراسة هذه الأسماء، لكن لم يتلقوا تأكيد على أنهم سيكونوا في قائمة الذين سيتم استدعائهم للتحقيق في النيابة العامة في مصر. وبالتالي هنا كل الموقف بقى موقف قضائي، انتهت كل الضغوط السياسية، انتهت كل الوسائل الدبلوماسية، ووصلنا في الآخر ان بقى مفيش حل غير ان القضاء الإيطالي يتعاون مع القضاء المصري للوصول الى حل. في قناعة موجودة قوية جدا عند الإيطاليين ومش الحكومة فقط وأيضا الرأي العام إن اللي قتل جوليو هي أجهزة الأمن المصرية سواء كانت مدنية أو عسكرية. وبالتالي هذه القناعة هم بيقدموا كل يوم ما يثبت قناعتهم بده، وفي الجانب الآخر المصري بيقول لهم إحنا بنحقق، لما نوصل للحقيقة هنبلغكم بيها.
هذا الموضوع مستمر بقاله طب استاذ عبد 1706 المعطي، يوم. على ذكرك، لان الان الجانب يعني الموضوع برمته بقى اصبح في يد القضاء. النائب العام تحديدا اشار للنقطه دي وقال ان ما فيش خلافات ما بين فريق التحقيق المصري وفريق لا ده مش التحقيق صحيح طبعا، ده مش الايطالي. صحيح طبعا، في اتفضل. خلافات طبعا، في خلافات كثيرة جدا حوالين انه لحد دلوقتي ما تمش عرض كل الاسماء اللي طلبها طلعنا بالتحقيق معاها، ما تمش التحقيق معاها. الملفات بتاعت التحقيق ما تمش تسليمها حتى للمكتب للمحامين المدنيين اللي ماسكين الجانب المدني في مصر كمان لغاية الوقت. في مشاكل تانية مرتبطة بأنه كل الأوراق اللي بتيجي للطلاينة عشرات الآلاف من الصفحات بتيجي باللغة العربية، وبالتالي محتاجين أوقات طويلة جدا لترجمتها. في محاولة لإماتة القضية. ليه؟ لأن في ورا القضية دي في 3 عناصر أساسية. في علاقات اقتصادية ضخمة جدا ما بين إيطاليا ومصر، وبالتالي الكشف عن الحقيقة سيؤدي ويجبر الحكومة الإيطالية أن تتخذ إجراءات شديدة جدا تجاه نظام السيسي. الجانب الآخر أنه في عمليات ابتزاز تتم من جانب السيسي، لأنه ممكن يفتح لهم الهجرة غير الشرعية من خلال مصر، من خلال علاقته مع الجنرال حفتر، من خلال ليبيا. وبالتالي الطلاينة شايفين أن ده كويس أنه هو يضغط على حفتر، وكويس أنه هو ما يفتحش ده. وفي ثالث فاعل واساسي جدا، الاكتشافات بتاعت الغاز الاخيره ودخول ايطاليا حتى مع السيسي ومع اليونان في منتدى غاز البحر المتوسط. فوق ده كله في مشكله اساسيه الطلاينه مدركينها ومدركينها، ولكن لا يعلنونها لانه عارفين ان مش هتحصل. يعني انه فتح الملف بتاع ريجيني هيفتح ملف في كل الذين عانوا مثل معاناة ريجيني من شبابنا المصريين، سواء في اختطاف اخفائهم القسري، سواء في تعذيبهم، سواء في ايضا عملية قتلهم خارج القانون. وده الموقف الرئيسي اللي طب مخلي استاذ السيسي عبد رافض المعاطي، التفاهم. يعني ماذا عن موقف الرأي العام؟ ماذا عن الاعلام الرأي الايطالي؟ العام لم يتغير، لم يتغير الرأي العام، لكن في حالة طبعا من حالات الإحباط الشديد، لأنه في إحساس عند الناس هنا في إيطاليا وبالذات والدة ريجيني ووالده إن الحكومة الإيطالية وصلت في النهاية كمان إنها بتبيع أسلحة حاليا للنظام السيسي، بمعنى إنها كمان بقت موضوع للإغراء أكثر في إن هي ما تبحثش عن الحقيقة. وفي إحساس في وسط الباحثين ووسط الجامعات الإيطالية بأن الحكومة باعت جوليو نتيجة مصالحها السياسية والاقتصادية مع السيسي لهذا النظام، وبالتالي فإحساس الشعب بأنه الحكومة ما عادتش بتمثلنا تمثيل حقيقي في موضوع ريجيني. وده حقيقي وواقع، لدرجة أن هي أم ريجيني من فترة قريبة طلبت بسحب السفير المصري، ووزير الخارجية تجرأ وأعلن إنه مش هيسحب السفير المصري. ده أول مرة كان يعلنها، وكان كل مرة يسمع هذه الدعوة ولا يعلق عليها. المرة دي علق وقال لا، إحنا مصالح إيطاليا أهم بكتير قوي من موضوع ريجيني. وبالتالي كان واضح جدا إنه إن التواطؤ اللي موجود من الحكومة الإيطالية في علاقتها مع نظام السيسي هي بتأدي في الآخر على إنه هذا الشاب المسكين البريء ذهب دمه هباء. يعني ما فيش متهمين لغاية الوقت، لأنه لو اتفتح الباب لكن ما فيش أي هيؤدي إلى وسائل ضغط يا أستاذ أبو المعاطي في إيد، يعني في إيد اللي لسه مهتمين بالرأي العام، سواء من الإعلاميين أو من منظمات حقوقية، إن هم لا يساعدوا في طبعا ضغط. الإعلاميين موجودين، الإعلاميين موجودين طبعا وبيكتبهم، وأصدقائنا كتير، وأنا ذات نفسي يعني شاركت في كذا حاجة حديثة. الإعلاميين موجودين وبيكتبهم، وفي جرح غائر في القلب يعني، لأنه إحساس العجز مع معرفة المتهم وعدم القدرة على القبض على المتهم وتقديم المحاكمة، ده إحساس منتشر أوي في وسط الإيطاليين، لأن معروف مين اللي قتل جوليو، معروف من خلال الوقائع المتسجلة ومتأكدة أكثر من جهة، وإنه عارفين إن المسلسل القضائي ده مسلسل فقط لحفظ ماء وجه الحكومة الإيطالية وحفظ ماء وجه السيسي كامل.
لكن الإحساس العام أنه فتح ملف في جوليو هيؤدي في النهاية إلى توتر العلاقات، وأن الحكومة هتبقى مجبرة أنها تاخد موقف علني وقوي ضد نظام السيسي، وأنه في نفس الوقت السيسي برضو مش عاوز يفتح الملف ده، لأنه ده هيفتح الباب واسعا للبحث عن كل الجناة الذين قتلوا شبابنا وأخفوهم قسريا وأيضا عذبوهم، ولغاية الوقت احنا مش عارفين بالضبط مين اللي ارتكب هذه الجرائم يعني. بنشكرك، كنت معنا من روما عبر خدمة سكايب الصحفي أبو المعاطي السندوبي. شرفتني أستاذ أبو المعاطي.